بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فنبدأ درسا جديدا من دروس شرح أصول رواية ورش من طريق الأصبهاني من طريق المصباح للإمام الشهرزوري رحمه الله. أخذنا في الدرس الماضي باب الهمزتين من كلمة، واليوم إن شاء الله سنأخذ باب الهمزتين من كلمتين. وهذا الباب تكون الهمزة الأولى في آخر الكلمة الأولى، والهمزة الثانية في أول الكلمة الثانية، وتكون على نوعين: الأولى المتفقتان في الحركة، والثانية المختلفتان في الحركة. نبدأ بالمتفقتين في الحركة، وهي على ثلاثة أنواع: إما أن تكون مفتوحتين أو مكسورتين أو مضمومتين. فالمفتوحتان أي أن تكون الأولى مفتوحة والثانية مفتوحة كذلك، نحو أو جاء أحد منكم، ونحو فقد جاء أشراطها. فهذا النوع يقرأه ورش من طريق الأصبهاني بالتسهيل بين، ولا يصح له الإبدال من هذا الطريق، لأن الإبدال خاص بورش من طريق الأزرق. أما الأصبهاني فليس له إلا التسهيل قولا واحدا. النوع الثاني المكسورتين، أي أن تكون الأولى مكسورة والثانية مكسورة كذلك، نحو من النساء إلا ما ملكت، ونحو يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. ففي هذا النوع يقرأ الأولى بالتحقيق والثاني بالتسهيل بين، ولا يصح له الإبدال من طريق الأصبهاني لأنه خاص بورش من طريق الأزرق. إذن فالأصبهاني ليس له إلا التسهيل بين. النوع الثالث والأخير من المتفقتين المضمومتين، بأن تكون الأولى مضمومة والثانية مضمومة، ولم تقع إلا في موضع واحد في القرآن، وهو قول عز وجل وليس له من دونه أولياء أولئك بسورة الأحقاف. فيقرأ الأصبهاني بتحقيق الأولى وبتسهيل الثانية. أما القسم الثاني أي المختلفتين في الحركة، وهي على خمسة أنواع: أن تكون الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، نحو شهداء إذ، شهداء إذ. فيقرأ الأصبهاني بتسهيل الثانية بين، أي بين الهمزة والياء. النوع الثاني أن تكون الأولى مفتوحة والثانية مضمومة، وقد وقعت في موضع واحد في القرآن، وهو قوله عز وجل كلما جاء أمة رسولها كذبوه بسورة المؤمنون. فيقرأ الأصبهاني بتسهيل الهمزة الثانية بين الهمزة والواو. النوع الثالث أن تكون الأولى مضمومة والثانية مفتوحة، نحو قوله تعالى أن لو نشاء وصبناهم، ونحو كما آمن السفهاء ولا. فيقرأ الأصبهاني بإبدال الثانية واوا خالصة. النوع الرابع أن تكون الأولى مكسورة والثانية مفتوحة، نحو هؤلاء يالها، ونحو قوله تعالى هؤلاء يهدى. فالأصبهاني يقرأ بإبدال الثانية ياء مفتوحة. النوع الخامس والأخير أن تكون الأولى مضمومة والثانية مكسورة، نحو يهدي من يشاء إلى صراطه، ونحو ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فليس له في هذا النوع إلا التسهيل بين من طريق المصباح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.